أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أفتى بأن اتصال الخيام من منى إلى مزدلفة يجوز قياسا على اتصال الصفوف في الصلاة، فتكون الخيام التي بمزدلفة تابعة للخيام التي بمنى، فهل يصح قوله هذا؟ لا، النازل في مزدلفة ليس كالنازل في منى. النزول في منى واجب، يعني المبيت في منى واجب من واجبات الحج، ولا يجزي عنه أنك تبيت في مزدلفة. لكن إذا لم تجد مكانا، إذا لم تجد مكانا في منى، فإنك تبيت في مزدلفة بطرف الحجاج، لأن هذا أقصى ما تقدر عليه. مثل الصفوف، إذا ضاق المسجد، ضاق المسجد ولا وجدت مكان، تصف مع الصفوف التي في الشارع، لأن هذا أقصى ما. أما اللي يروح يقول والله ما حصلت في منى مكان، أو ما نمدور أبا أروح لشقة بالعزيزية ولا في العوالي ولا، هذا ما، هذا مفرط، هذا مفرط. فإما أن تسكن في منى وإلا في طرف الحجاج، لأن هذا أقصى ما تقدر عليه. نعم، تصبر على الحر وعلى الشمس، وعلى ما أنك تروح عند المكيفات وعند المرفهات وانت جاي تحج. أشعث أغبر كما في الحديث، شعثا غبرة، خليه يصيبك الشعث والغبرة وحر الشمس في سبيل الله عز وجل. نعم.